معايا الكابتن حماده صادق، المدير الفني للانتاج الحربي. كابتن حماده برحب بيك. ازي حضرتك، عامل ايه؟ والله الله يخليك كابتن. الله يخليك. مباراه صعبه النهارده، الماتشات كلها صعبه. يعني وضع الفريق طبعا صعب جدا، فبنحاول يعني بنلعب على يعني ادى بشكل كويس، ولكن النتيجة صب يقطع يا كابتن حمادة. كده كويس؟ لا انت ايه، تحت الارض ولا ايه يا كابتن؟ لا لا، فوق الارض عادي. دايما يا رب تبقى فوق الارض كده. انا الله يخليك كابتن. يعني الاسباب من وجهة نظرك بعد ما توليت المسؤولية في ان فريق زي الانتاج الحربي اللي هو كان يعني دايما بيكون على الاقل في منتصف الجدول بيقدم عروض قويه، السنه دي يعني 14 مباراه 8 هزائم 10 بونت، المركز اللي قبل الاخير داخل فيه 27 جول، مسجل 12 هدف بس. يعني الاسباب بعد ما حضرتك طبعا دربت الفرقه وشفتها على الطبيعه، وحضرتك طبعا ادرى ايه الاسباب؟ يعني الناس كلها عارفه طبعا يعني عدد اللعيبه الكتير اللي مشيت بشكل كبير. هم 6 لاعبين طبعا كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا في التيم، اكيد بيسيبوا اثر اثر على الفريق بشكل واضح جدا جدا وصوره واضحه للناس كلها يعني. ولكن انا قلت المهمه وبنحاول طبعا. انا شايف ان الفريق ماشي كمستوى فني بيزيد معايا، لكن النتائج يمكن ما ساعدتش. ماتشين المحله والمقصه يعني كنت انا الاقرب ان انا اتعادل ان انا اكسب. النهارده الفريق بيأدي بشكل كويس، يعني بنحاول بقدر الامكان جهاز اداره ولاعبين ان احنا نخرج. خلاص اللعيبه مشيت اللي هي كانت مؤثره بشكل كبير جدا، معانا مجموعه من اللعيبه بنحاول طبعا مع بعض كلنا ان شاء الله نطلع من الكبوه ديت. الفريق البقاء في الدوري، وانا شايف المشوار لسه طويل ولسه قدامنا شغل كتير جدا، لكن المؤشرات باينه ان شاء الله الفريق يروح في حته كويسه ان شاء الله. لكن الامور واضحه من واضحه من بدري، يعني واضحه ان يعني انت مشيت عامر ناوي، محمد عادل، محمد رجب، موسى ديواره، دولت 5 كانوا اساسيين مثلا في التيم موجودين، ليهم دور كبير جدا. البدري المساك راح سموحه، ست لاعبين انت ما استعوضتش، ولكن في مجموعه كويسه. شايف مجموعه ان شاء الله هتيجي قدام بشكل كويس. مجموعه ناشئين موجودين ان شاء الله موجودين معانا. اول واحد اشترك النهارده الليمبي ادى بشكل كويس، مواليد 99 وعندي 2001 لعيبه كويسه، فبنعمل استعواض بشكل يعني على مراحل. فان شاء الله الفريق باذن الله يجي بقوه ان شاء الله الدور الثاني باذن الله. ان شاء الله كابتن حماده. يعني انا عارف ان حضرتك يعني ايه مدرب بتحب دايما التحدي، ويمكن ما حدش ينسى طبعا الطفره الكبيره اللي انت عملتها في نادي سموحه، وكان بينافس كمان على الدوري لما حضرتك كنت موجود فتره من الفترات. هل ممكن يعني حماده صدقي بالتحدي بتاعه اللي انا اعرفه طبعا على المستوى الشخصي يرجع فريق الانتاج الحربي، ولا ممكن الظروف تبقى اقوى من حماده صدقي خلال الفتره اللي جايه؟ بص، التدريب ده مغامره ولازم قلبك جامد ولازم تقبل التحدي. يعني ما هو في انديه كبيره بتجيب منتخب مصر او بتجيب منتخب عندها وبتاخد بطولات على طول. لكن التحدي اللي انت بتعمله، بتشتغل مع فرقه صغيره، تحدي مع ده بالنسبه لي انا ما اعرفش بقى ممكن حد. هو انت لو معاك فرقه زي بيراميدز بالصفقات دي كلها بالملايين
اللي بيتم التعاقدات بيها تعمل بيها ايه؟ يعني لا ما بحبش اتكلم على فرقه يعني لا ما بتكلمش انا بكلمك بخبراتك انت يا كابتن انا بكلمك بخبراتك اصل هو جه في دماغي دلوقتي ان يعني مقارنه مثلا ان اكيد ميزانيه الانتاج الحربي مش زي ميزانيه بيراميدز لا الانتاج الحربي عامل ميزانيه ما يعني مش عاليه طبعا بيشتغل هو يعني هو باع لعيبه بشكل كويس في الفتره الجايه ممكن الاعتماد يبقى اكتر على ابناء النادي بشكل كبير بس ان شاء الله الفريق يبقى موجود في الدوري ممكن يبقى في نظره ثاني الانتاج عايز يبقى موجود فين بعد كده لكن هي الهدف السنه دي البقاء في الدوري أكيد. يعني ده الهدف الاداره واللاعبين واحنا فداخلين التحدي يعني ان شاء الله ما انا عارف عشان كده بسال حضرتك هتكمل التحدي ده ولا ممكن لا قدر الله الظروف تبقى ولا انت لسه بتستكشف الامور لا بص يا اسلام انا يعني بشتغل وبجتهد انا والجهاز اللي معايا والاداره واللاعبين مش عايز افكر في خطوات قدام اكيد بنشتغل ان شاء الله يمكن الحظ ما كانش معانا بقاله فتره لكن لعبنا ماتش الجونه كويس وكسبنا تعادلنا مع اسوان وكنا الاحسن تغلبنا المقاصه وكنا الاحسن من وجهه نظري المحله كنا الاحسن يمكن بيجي في جون في اول ثلاث اربع دقائق الفرقه بتدافع بقوه بيجي عليك حاجات مرتدات ده طبيعي جدا في الماتشات اللعيبه عندي زي ما قلت لازم نقول يعني انا واضح وصريح ان لازم نقول المجموعه اللي مشيت سابت اثر كبير جدا في التيم ده اللي بنحاول نعالجه ده دوري انا كمدرب اللي انا عارف الموضوع دوت وندخل بدايل ويبقى في تفاهم وتعاون مع اللعيبه يعني في امور كتير شغل كتير جدا بنعمله بنجهز ليه الفتره الجايه ان شاء الله التحدي زي ما انت قلت يعني التحدي لا ما انا عشان اعرف يعني عشان اعرف حضرتك كويس وان حضرتك دايما بتخوض تحديات او خوض تحديات كتير فعشان كده وصفت ال انا مريت بالموقف ده قبل كده يمكن سنه 2004 بالسعوديه والله خدت فريق في اخر الجدول عند خمس نقط الدور الثاني الحمد لله فنشنا سادس فده دي تحديات بتعملها في مشوارك التدريب ويا رب ننجح يعني برضو الفرق الدوري صعب جدا السنه دي جدا فرق كبيره جدا برضو بتعاني اسماعيل بيعاني اكتر من فريق في المنطقه ديت في ناس الفرق بتعاني وفي فرق اللي صعدت عملت اعداد كويس وتعاملت بشكل كويس جدا زي سيراميكا زي البنك الاهلي اسوان عامل لغايه دلوقتي موسم رائع وبيأدي بشكل كويس جدا غير كل السنين اللي كان بيصعد بتقول ده بنسبه عاليه ممكن يهبط لكن السنه دي خريطه اتغيرت خالص انديه كتيره جهزت نفسها بشكل كويس جدا الانديه الكبيره وانديه الوسط كله جاهز بشكل كويس فهي المباريات كلها صعبه يعني ما هو زي ما حضرتك بتقول يعني تلاقي مثلا المصري ظاهر بشكل كويس الجونه ما يعني برضو الجونه عامله طفره كويسه يمكن وقعت ماتشين ثلاثه بالظبط لكن بتادي بشكل كويس الجيش عنده لعيبه كويسه جدا وبيادي ابتدى يخش بشكل قوي الاسماعيلي بيأدي والنتائج برضه مش مساعداه بس بيأدي. هو اتحسن طبعا الاسماعيلي شويه. طبعا. كابتن حماد صادق يعني بتمنى لك التوفيق في التحدي مع الانتاج الحربي.